مواجهه الجوله 16 ما بين فريق لاداس بركان وفريق المغرب الفاسي، الفريقين دخلا بطموح تحقيق نتيجه ايجابيه. اذا يمكن اقول كانت العديد من الهجمات، ولكن غاب التركيز بالنسبه للمهاجمين وكذلك حضور بديهه المدافعين حال دون تسجيل الاهداف خلال هذه الجوله التي كانت بين اخذ ورد بين الطرفين، ولم يتهاون اي طرف في تهديد مرمى الطرفين. لكن بطبيعه الحال لم يكن الحسم الذي غاب عن هذه الجوله الاولى، وشكلت هذه الهجمه التي كانت بالمغرب الفاسي وكذلك فريق نهضه بركان، حينما يغيب الحسم تضيع محاولات التسجيل، وهذا هو الذي حدث للطرفين. في انتظار ما ستعطينا الجوله الثانيه، يمكن اقول بخلاصه بانه كان تغيب الاهداف عن هذه الجوله الاولى، لكن يقظت المدافعين ويقظت كذلك لاعبي خط وسط الميدان حال دون تسجيل الاهداف خلال الجوله الاولى، وكذلك عدم التركيز هو العنوان الكبير لهذه الجوله الاولى. ننضم للفريقين خلال الجوله الثانيه. اولى المحاولات اتيحت لفريق المغرب الفاسي، ديارة عبد الله لم يستغل هذه التمريرة التي كانت جد ممتازة. فريق نهضة بركان بدوره ضيع العديد من المحاولات، وهذه من أبرزها بواسطة اللاعب إبراهيم البحراوي. إذن عدم التركيز كانت هي السمة الطاغية لهذه المباراة، وبالتالي كانت هذه الجولة الثانية تحصيل حاصل عن الجولة الأولى. ظهرت عدم تنافسية الطرفين واضحة على أداء اللاعبين في مباراة كان فيها الحماس من طرف اللاعبين، لكن غاب التركيز وهو الذي دفع هذه المباراة لتنتهي بالتعادل السلبي. هذه أبرز محاولة بواسطة اللاعب بكر الهلالي. الركنيات لم تفلح في تغيير نتيجة هذه المباراة، وتدخل الحارس أيمن نجي آخر المحاولات على الدين الأجراي لم تكن ناجحة في إنهاء هذه المحاولة، وينتهي المباراة بالتعادل السلبي 0-0.